سمعت على الأخبار إنه جماعة 8 وجماعة 14 يعني تقريبا إنه اتفقوا على كل شيء مختلفين عليه، يعني بعد في بس ناقص عندهم إنه يتفقوا كيف بدهم قانون الانتخابات مع قانون الانتخابات. أنت سامع شيء عن هالموضوع يعني؟ هلا أنا وجاي بالسيارة سمعت حدا من هؤلاء السياسيين كان عم يحكي عن الموضوع. إنه بالضبط شو قال يعني؟ خبرني طمني. خيي أنا ما بعرف، أنا بسمع بس ما بعرف حلي. ما بتعرف حلي؟ طيب ليك خبرني شو كان عم بيقول يعني، بلكي أنا في حلي اللي أنت ما بتعرف تحلله يعني. كان عم بيقول نحن مع أي قانون للانتخابات، لبنان دائرة واحدة، محافظة نسبية، قضاء قضاء وقدر، أي قانون مفصل على أي قياس، small medium large extra large، لا نخاف أي قانون، قانون مفصل على صعيد الحي الزروب القرية المدينة، لا نخاف أي قانون، قانون 1960 1920 1860، لا نخاف من أي تاريخ، ولكن إذا أرادوا تفصيل قانون على قياسهم لن ينالوا إلا الخيبة، لن ينالوا. عرفته هذا من 8 يعني، وتصريحه هجومي يعني، بتحس إنه في رعد بكلماته يعني، إنه وما سمعت غيره يعني. ما قلبت المحطة سمعت أي. كمان سياسي من هوديك من هوديك كان عم بيحلل كمان 14 شو كان عم بيقول يعني، في وجهات نظر قريبة أو هيك؟ خيي ما بعرف، أنا بسمع بس ما بعرف حلل. طيب قلي وأنا بحلل. كان عم بيقول مش مسموح مش مقبول قانون الانتخابات تبع 1960، لأن بعتقد بال 1960 كان عدد النواب 99 بينما هلا 128، تقسيمات الإدارية كانت مختلفة، بعتقد بدنا قانون الانتخابات يمثل التمثيل الصحيح للطوائف، مش مسموح طائفة تهيمن على طائفة، مش مسموح مش مقبول مش عم شوف انه قانون الانتخابات تبع 1960 منيح مثل ما عم بيشوفوا غيرنا. 14 بس كمان بتحسوا انه في عدوان على جماعة 8 يعني. انت طيب يا خيي انت سمعتهم اثنين وشو شايف؟ يا خيي انا بصراحة مش عم شوف يعني، بدك تقول نعم على قلبي يعني، مش بس انت نعم على قلبك، كلنا نعم على قلبنا يعني تقريبا. سلامة قلبك.